قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولاستحب أحد من الأئمة زيارة النساء للمقابر. المصلحة من زيارة المقابر ماذا؟ الدعاء للميت والعظة والاعتبار، هذا هو الهدف، وهذا حاصل للمرأة وهي باقية في بيتها، فإن هذه المصلحة في هذا الحديث حاصلة للمرأة إذا لم تزر المقابر، لأنه لو قيل إنها داخلة من أجل تحصيل هذه المصلحة وقعت في مفاسد أكثر. من بين المفاسد النياحة، الندب، الجزع، الاختلاط بالرجال، ذهاب المقصود من زيارة المقابر. ما المقصود منها؟ العبرة والعظة. إذا اختلط الرجال والنساء فقد تزول هذه العظة والعبرة، بل ربما يعصى الله عز وجل في هذه الأماكن بالنظر المحرم. وكذلك إذا تم مثل هذا فإن هذا الاختلاط يجعل المقبرة في صورة الأسواق والاجتماعات الدنيوية، وهذا مشاهد في بعض البلدان التي يذهب فيها النساء إلى المقابر.